بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نتحدث اليوم عن كتاب النحو، الكتاب اللي يكون لونه أخضر. فاليوم راح نحكي عن المودل والأوكسيلاريز وبعض المصطلحات الأخرى، أو هذا اليونت هو الرابع عشر، يونت الرابع عشر اللي هو الـ XIV، يعني يونت الرابع عشر، يعني يونت 14. مقدمة كما هو معروف، هنا قايل لك the 10 modal auxiliaries، أفعال الناقصة. الأفعال المودل اللي هم الـ can والـ could، الـ will والـ would، الـ shall والـ should، الـ out والـ may والـ might والـ must، هذول كلهم نسميهم احنا أفعال ناقصة، نسميهم احنا أفعال ناقصة. وهذول مو مثلا الـ do والـ does والإز والآر والآم والهاف والهاز، لا يختلفون ذولا، لأنهم شوية في استخدام لهم يعني خصائص أكثر. أول ملاحظة أريد أكتب لكم إياها على ذول الأفعال، إنه دائما يجي وراهم فعل مجرد. هاي ملاحظة رقم واحد، دائما يجي بعدهم فعل مجرد، هاي ملاحظة جدا مهمة. طيب ملاحظة رقم اثنين، يمكن تكوين صيغة السؤال والنفي من خلال هذه الأدوات فقط. أنا من أقول مثلا، من أقول he played football، أريد أسويها نفي أقول he didn't، سؤال did he. طيب بس بهذا الأفعال الناقصة لا، أنا نفسي راح نستخدمه بالنفي والسؤال، نفسا راح نستخدمه عند النفي والسؤال، وراح نجي نستخدم طبعا هذا الحكي كله لما تحتاجه لا تقرأ. هذا الشيء المهم، هسه راح نبدي نشرح الاشياء المهمه. اولا راح ناخذ الكان والكود. ايش بيه الكان والكود؟ اولا الابيليتي، بوسيبيليتي، اوبورتونيتي، بيرميشن. شنو يعني هذا الكلام؟ يعني الكان والكود تستخدم للقدره، وتستخدم للاحتماليه بوسيبيليتي، وتستخدم للاوبورتونيتي فرصه، وتستخدم للبيرميشن للرخصه. طيب اول شغله راح يقول لك present ability affirmative and negative. اول حاله، اول نقطه قايل لك، طبعا هذا هيك عام، هسه راح نبدا تفاصيل. اولا قايل لك الكان تستخدم للقدره، مثال عليه، هاي لازم تحفظ رقم واحد ويا كان ويا مثال. جورج كان ريد انجلش، جون يقدر يقرا انجليزي، هذا شنو؟ طبعا هي الكان تستخدم للقدره، الكان تستخدم للقدرة ولكن للنفي، يعني لنفي القدرة، انها كلها تستخدم للقدرة ولكن واحدة للنفي واحدة للمثبت يعني. طيب جورج كان ريد انجلش، يقدر يقرا انجليزي، هذه قدرة، واخر ما يقدر يقرا هذا يقدر، هذه قدرة. طيب مس لي كانت ريد، مس لي ما تقدر تقرا بدون نظارات، without getting headache، بدون ما من يكون عندها يعني صداع، الا تتخلص من الصداع يلا تقدر تقرا. اذا هنا يعني نفي قدره ولكن نفي، هي قدره ولكن نفي ايضا. اذا الكون تحكي لي عن القدره سواء اذا كان مثبت او نفي. طيب يقول لك البوسيبيليتي، القدره في الماضي، يعني لما يكون عندي قدره ولكن في الماضي نقول could. until short time ago، قبل فتره، مثلي could read without getting، قبل فترة مثلي كانت تقدر تقرأ بدون نظارة بس هسه ما تقدر تقرأ. George couldn't read English very well، جورج ما يقدر يقرأ انجليزي اول ما اجى لامريكا. اذا هذه قدرة في الماضي. طيب هذني مهمات كلش يعني هواي هواي يجن بالامتحانات هواي. ثالثا future possibility، الاحتمالية في المستقبل، شنو نستخدم ايضا الكن والكود، يعني الكود ايضا تستخدم لي للاحتمالية. يقول the clerk said the doctor can see you at 3:15 يعني 3:15، يقول الدكتور ممكن يشوفك. طبعا هنا هو من قايل ساعة 3:15، بمعنى انه الحدث بالمستقبل، يعني الكان هنا هي استخدمت للاحتمالية في المستقبل بسبب هاي الساعة، مفتاح الحل هو الساعة، يعني من نشوف ساعة شوف احتمالية. طيب
نفس الشيء الكان والسي والكان والكود، بما بس يعني الكان والكود اثنينهم نفس الشيء، يعني ماكو فرق بيناتهم يعني. طيب ال future present impossibility اللي هي تستخدم لها الكود. طيب ايضا الكود could miss Lee could be reading her assignment، ممكن يعني احتمالية هنا يقول لك miss Lee ممكن تقرأ الواجب مالتها now، هسه هي تقدر تقرأ الواجب مالتها يعني could read her assignment tomorrow، اذا كلها احتمالية يعني. طيب ملاحظة مهمة جدا، حتى نستخدم الاحتمالية في الحدث الماضي البعيد، يعني اني حدث تم وانتهى وخلص، شلون استخدم احتمالية في الماضي؟ راح نستخدم الكود والهاف والتصريح الثالث. Bill could not have gone home، شوف هنا هاي could have home this weekend، بمعنى انا على سبيل المثال بالخميس دا احكي عن الجمعة والسبت اللي فات، حدث صار الأسبوع، هنا ايش راح أقول؟ راح أقول couldn't. يا بليش قلت couldn't have بتصريف ثالث؟ لأن بالأسبوع الماضي، شوف هنا ايش قايل؟ قايل on Saturday بالسبت اللي مضى، بمعنى أن الحدث مضى. إذا لما يكون الحديث عن احتمالية في الماضي والماضي منتهي يعني بالماضي خلاص، راح نستخدم الكود والهاف بالتصريف الثالث للفعل could have gone. Could have read. طبعا هذين كلهن على نفس الحكي. ملاحظة مهمة، يمكن استخدام was able to بدل الكود عادي، يعني بدل ما اقول كود اقدر اقول was able to، اقدر اقول Miss Lee was able to get appointment. Miss Lee يقدر كانت قادرة على الحصول على موعد مع الدكتور. طبعا هنا was able، كانت قادرة يعني قدرة. ثمانية present future permission، مضارع او حدث future رخصة، يعني مضارع او مستقبل طلب رخصة، يعني انا اطلب رخصة، يعني الفكرة هنا انا استخدم الكان والمي للرخصة. هاي you can leave now، تقدر تغادر now. You can leave at 3:45. هنا شنو هذا؟ بيرميشن، استرخاص، يعني انطيك رخصه اقول لك روح. طيب سؤال ملاحظه هنا مهمه، للتحدث عن الرخصه في الماضي نستخدم الكود والمايت، هذين كلش مهمات، كلش مهمات. كود بارو بوكس فروم لايبراري، اقدر احصل على كتب من المكتبه، هاي رخصه يعني، ولكن في الماضي، الحدث تم بالماضي. طبعا شلون عرفنا؟ لأن واز. ايضا عندي الول اللي هي تستخدم للبروميس والاجريمنت والريكوست، فمثلا طبعا هاي مقدمه يعني، مثلا هنا قايل لك الول تستخدم للفيوتشر بلان بروميس، الوعود بالمستقبل. ويل كم ات 10 فورس، هل اي ويل كم، سوف اتي في الساعه العاشره، هذا وعد. I will do whatever you advise، راح أقول راح أعمل الشيء اللي تنصحني به، هذا وعد. طيب Lee will be reading. طيب خلينا نكتب ملاحظة مهمة جدا، إذا كان النشاط الحدث أو الحدث استمراري في المستقبل، إذا كان عندك حدث استمراري في المستقبل، نستخدم بهاي الحالة ال will وال have والتصريح والفعل وال will عفوا will و be فعل بي ان جي، will be هذا المستقبل المستمر اللي اخذناه، اذا كان الحدث يدل على استمراريه. will be reading، سوف يستمر بالقراءه. at midnight Miss Lee will be reading her assignment، في منتصف الليل ستبدا السيده لي باستمرار بدراسه واجبها. هنا استمراريه يعني reading هو استمراريه، مو مثلا دروب معناها يوقع، يعني ماكو واحد يظل يوقع مثلا على سبيل المثال قطرات من 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 عينه مثلا هو او علاج او شيء يظل يوقع من عينه قطرات، لا هذا حدث قصير.
إذا كان الحدث، إذا كان الحدث به استمرارية نستخدم المستقبل المستمر. نقطة أخرى أيضا مهمة، إذا كان الحدث منتهي أو قصير، إذا كان الحدث قصير أو منتهي راح نستخدم المستقبل المستقبل التام اللي هو الول والهاف والتصريف الثالث للفعل. ول هاف وتصريف ثالث للفعل، ول هاف وتصريف ثالث للفعل. drops will have worn، drops will have worn. ملاحظة أخرى أيضا مهمة، للطلب للطلب المؤدب polite request for actions، طلب المؤدب نستخدم ال will أو ال would. will you please close the door، بدون أمر عليك ممكن نسد الباب. would you please close the door، بها مجال سد الباب. طبعا ال will وال would اثنين عادي مو مشكلة. ايضا اكتب لي ملاحظة تستخدم الاف مع الود، من نشوف اف تحط وياها ود، ملاحظة كلش مهمة اف وياها الود. طيب عندنا الشال والشود والاوت، ذني يعني هم مجموعة اخرى راح نبدأ ناخذهن وحدة وحدة. اولا عندنا الشال والشود، الشال والشود هي تستخدم مع النصيح، مع النصيح. Shall I put you down for a 10 force? Shall I put you down for 10 force? Shall we go to the Europe next year? نصيحة، شيء يفضل استخدامه. Should we go to Europe next summer? شو تقول نروح لأوروبا الصيف الجاي؟ أريد نصيحتك. شو؟ حتى هاي يقول لك النيجاتيف advisability، يعني نصيحة بالنفي، يعني أنا أنصح الشخص بعدم القيام بشيء. أقول مثلا shouldn't we be doing our homework، أقول لك إحنا مو المفروض هسا نأدي واجبنا البيتي، يعني أنا أريد نصيحة. shouldn't Jack have done all the problems، أقول لك جاك مو على أساس حل كل المشاكل، يعني هذا نصيحة. شلون إحنا نصيحة. we should be careful، لازم نكون يعني معتنين او منتبهين على الطريق. we are to be careful crossing streets، من عبر الطريق لازم نكون حذرين. طبعا ذني كلتهن هنا نصيحة، او تو كلهن نصيحة. I should be reading my assignment، انا لازم اقرا الواجب مالتي. كل النصائح ذني، كل النصائح. مرات الشود تستخدم للتوقع، expectation، توقع. The guest should be arrived soon، الضيف مفروض يكون هسه واصل، توقع. أو تجي بمعنى يعني فرصة، should you see Mr. Allen give him my regards، إذا شفت سيد آلن، إذا التقيت فرصة التقيت بي، يعني إذا صارت فرصة التقيت بي بلغة تحياتي هيك يعني. أيضا عندي المي والمايت للرخصة تستخدم، من أقول له may I leave، هل يمكنني أن أغادر، رخصة بالمضارع طبعا. طيب ال you may leave، ممكن تغادر، كل هاي رخصة. طبعا الرخصة في الماضي نستخدم ال had to، had permission to leave. Miss Lee had permission to leave، يعني السيد لي لديه الرخصة بأن يذهب. نقول had permission، ما راح نستخدم لا can ولا could، ما يصير. هاي هو قايل cannot be expressed. إذن لين ما أقدر أستخدم المي والمايت راح أقول له had permission to، هاد بيرميشن تو بمعنى رخصة، هاد بيرميشن تو. طبعا هذين كلش مهمات ويخربطن، اذا ما تم قراءتهن بشكل جيد جدا فخلينا نتوقف لهنا.
المحاضرة الجاية نكمل، كمل لأن هذين كلش مهمات.